بالنسبة الأستاذة أروى بتسأل إيه الفارق بين يعني سن البلوغ وسن التكليف، هي قصدها إن كانت لما الدورة الشهرية جاءتها في الصغر أو عند بداية ما جاءت الدورة الشهرية ما كانتش منتظمة شوية في الصلوات، الصيام بيبقى عليها أيام اللي كانت تأتيها فيها الحيض ولم تكن تقوم بقضائها، فهي عايز تفهم هذه المسألة. هو سن البلوغ بالعلامات بتاعت سن البلوغ هو ده وقت التكليف الشرعي، فأنتي حضرتك جاتلك الدورة خلاص، ده كل ده علامات البلوغ وحضرتك بلغتي. أنا بلغت كده فأنا تعلمت وأعرف إن في صلاة وفي أركان وفي صيام وفي فبأديها. طيب فاتني بعض الصلوات علي إن أنا أصليها، فاتني قضاء الأيام اللي كنت بفترها بسبب عذر الحيض أو غيره علي أن أقضيها، يعني ده في ذمتي. أيوة، يعني كل ما في ذمة الإنسان من تكاليف عليه أن يقضيها إذا فاته أداؤها، إما فاتني الأداء بتاعها بسبب إن أنا كنتش بكسل بنسى، أو إن أنا زي ما قلنا بيكسل بينسى ما أمشي بأداء هذا الأمر، عليه أن يقضي ذلك ليبرئ ذمته، ودين الله أحق بالقضاء يا صاحبة السؤال، كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.